احنا بمشروع افينيو اسطنبول موجود بمنطقه بيليك دوزو. يعني المنطقه اللي احنا واقفين فيها حاليا هي بلديه بيليك دوزو، ولكن دي منطقه بيكنت. احنا موجودين دايركت على خط الايبش اللي هو موجود هنا عندنا. خط الايبش طبعا هو الخط الرئيسي للمواصلات في اسطنبول، واللي كمان بيمشي عليه المواصله الاهم اللي هي المترو بوس، بتشتغل 24 ساعه. المشروع بتاعنا بيجي مباشره على محطه اسمها التوياب، على اسم مركز المعارض اللي هو اكبر مركز معارض موجود باسطنبول، زي السي ار ان الموجود باليونيبوسنا. مركز المعارض بيجي على الطرف الثاني من الطريق من هنا، واحنا عندنا محطه مترو بوس دايركت جنب المشروع على طول. المشروع بتاعنا جاي على مساحه 31000 متر، تمام. احنا واقفين هنا بالظبط في المكان ده، ده عباره عن المكان اللي احنا واقفين فيه مكتب المبيعات حاليا. هو الجزء ده عباره عن الطابق الاول من المول، ده الطابق الثاني من المول، وفي تحت كمان طابق ثالث. ثلاث طابق مول فيهم 173 محل تجاري، كلهم عباره عن براندات. ما عندناش اي محلات متاجره لاشخاص عاديه او متباعه، كل المحلات هنا بس للايجار مش للبيع، عشان نحافظ على القيمه التسويقيه بتاعه المشروع ان هي تفضل دايما براند، تفضل دايما مول، تمام. تحت المشروع او تحت المول بيجي ثلاث طوابق تانيين، الثلاث طوابق دول فيهم الباركينج، والباركينج بيكون مفصول جزء منه للسكان وجزء منه تاني للناس اللي هم الزوار بتوع اللي بيجوا للمول يتسوقوا بالمول. فوق المول من هنا بيجي عندنا المبنى اللي هو على شكل نص دايره. المبنى ده عباره عن هوم اوفيس، وهم كلهم للاسف اتباعوا، ما بقاش فاضل منهم ولا اي حاجه. للناس اللي هي كانت عايز تفتح عياده، عايز تفتح مكتب محاماه، مكتب محاسبه، الامور اللي زي كده، كانوا بيقدروا ان هم يشتروا هنا ويتملكوا كهوم اوفيس. بالنسبه للمبنى ده، المبنى ده هو المبنى اللي فيه الخدمات. بيجي من الطرف الاول منه فيه مسرح في المبنى، بعد كده بتيجي عندنا السينما اسمها سينما ميكس موم، يعني من اشهر السينمات هنا في اسطنبول. بعدين هنا بيكون فيه الحمام المغلق، حمام سباحه مغلق، وبالطرف ده بيكون فيه جيم ماكفيت. طبعا جيم ماكفيت هو اشهر واكبر جيم موجود هنا في اسطنبول. يعني احنا عندنا كل حاجه في المشروع هي محلات حقيقيه، براندات، مول. عندنا الماكفيت الجيم، جيم كبير جدا مش مجرد بس يعني مكان صغير زي ما بيكون في المشاريع التانية. بالنسبة للمبنى ده، المبنى ده هو عبارة عن بيزنس سنتر معروض للبيع كبلوك كامل، يعني للبيع حد ممكن ياخده مثلا يستثمره. هو عبارة عن 14 طابق، كل طابق فيه 16 استوديو، بتيجي مساحة الطابق الواحد 1000 متر. ده معروض للبيع ك يعني زي ما قلت ان هو مبنى كامل للبيع، تمام. وممكن كمان ان لو شخص مش قادر يشتري المبنى بالكامل، احنا حاليا فاتحين البيع كطوابق، يعني ممكن شخص يجي يشتري طابق كامل فيه 16 استوديو تقريبا سعره بحدود 10 ملايين ليره، بيطلع عليه اكتر من جنسيه والطابق بتاعه جاهز، وبيقدر ان هو يستغله كفندق، يقدر ان هو يستغله كعياده كلينك كبيره مثلا، يقدر كمان هو يستغله كيورت للشباب او للطلاب اللي هم بيدرسوا في الجامعه. بالنسبه للابراج السكنيه عندنا، هيجي عندنا ثلاث ابراج سكنيين. ده البرج الاول منهم الدي بلوك، واللي بياخد اطلاله مميزه جدا على بحيره بيوكسكماجا وعلى بحر مرمره كمان. البلوك بيجي في الواجهه الاماميه للمشروع من هنا، في كل نماذج الشقق 1+1 2+1 3+1 كمان موجوده كلها عندنا هنا في البلوك ده. طبعا قدام البلوك مفيش اي مكان خالص غير ارض صغيره جدا موجوده ملكيتها لبلديه بيوكشكماجا، وهي ارض هتكون عباره عن موقف للسيارات، يعني مساحتها صغيره جدا. من قدام الارض دي هيكون عندنا منحدر كبير بينزل تحت الحد الشط بتاع بحر مرمره، فطبعا بتظهر عندنا اطلاله البحر والبحيره دايركت وفل من الطابق الاول هنا في المشروع، تمام. ده بالنسبه للبلوك بتاع دي. البلوك دي طبعا هيتسلم مع المول، هيتسلم مع بلوك ريزيدنس، وهيكونوا جاهزين ان شاء الله بنهايه السنه، يعني ديسمبر 2019 كل البلوكات دي هتكون جاهزه. اما بالنسبه للبلوكين السكنيين التانيين اللي هو البلوك الاي بلوك والاف بلوك، دول هيكونوا جاهزين بالشهر السادس سنه 2020، يعني بعد 6 شهور من نهايه السنه. البلوكات دي كمان فيها غرفتين وصاله، فيها غرفه وصاله كمان بتشوف اطلاله البحر، بس دي مش بتشوف اطلاله البحيره، ولكن بتاخد اطلاله البحر بوضوح جدا من الطوابق العاليه فيها. ده يعني عن المشروع. وصلنا الان للشقه النموذج. طبعا حاليا انا في الممر، مثل ما انتم شايفين صراحه تشطيبات الممر لوحدها جميله جدا، يعني الاسقف عندنا مرايه بالكامل، الارضيات فيها سيراميك باشكال جميله جدا، ومداخل الشقه مثل ما تلاحظون جميلة جدا. طبعا كل دور فيها 5 شقق، وأيضا كل عمارة أو كل برج فيها مصعدين. حاليا النموذج اللي راح نشوفه عبارة عن غرفتين وصالة مساحتها 135 متر مربع. تفضلوا يا يعني. ومثل ما أنتم شايفين كالعادة الأبواب التركية، صراحة اللون جميل جدا. أول ما تدخلوا شوفوا جودة الأمان فيها،
أمان عالي جدا. على يميننا في جميع أنواع الشقق سواء الغرفة وصال أو الغرفتين أو الثلاثة لازم يكون فيها اللي هي الدواليب هذه المجهزة من الشركة نفسها. طبعا على يسارنا عندنا المطبخ، الألوان طبعا استخدموا ألوان غامقة شوية بحيث أنها حطوها مع الألوان فاتحة صارت فيها تنسيق الألوان جميلة جدا. طبعا القطع اللي راح تكون متوفرة في المطبخ عندنا أربع قطع، عندنا هنا الشفاط العيون بالإضافة إلى عندنا هنا غسالة المواعين راح تكون موجودة في جميع الشقق وأيضا بالإضافة إلى الفرن. طبعا الثلاجة تكون غير موجودة لكن كتشطيب وتنسيق جميلة جدا. وعندنا أيضا البلكونة، طبعا البلكونة تكون مشتركة بين الصالة والمطبخ مثل ما انتم شايفين مساحتها جميلة جدا. ومنها نتوجه نشوف الصالة، طبعا أرضيات سيراميك نفس اللي انتم شايفينها. هنا عندنا الصالة صراحة لمسات جميلة جدا. طبعا الاشياء اللي تكون موجوده في الصاله عندنا الدفايات اللي انتم شايفينها عدد 2 موجوده على الجدران بالاضافه الى مكيف سبليت تكون موجوده داخل الصاله، والارضيات تكون فيها باركين مثل اللي انتم شايفينها. ايضا عندنا مخرج للبلكونه اللي شفناها. منها نتوجه نشوف توزيع الغرف، طبعا الممرات لا تنسوا انه عندنا الديكورات السقفيه، عندنا الليد وهذه دوسه المياه الاولى يعني عاملينها كلاسيك مثل ما انتم شايفين الدواليب صراحة جميلة جدا. وعندنا هنا الكلوزيت بالإضافة إلى المروش خلف الباب. وهنا عندنا على يميننا ستور أو المخزن، طبعا تختلف المساحات في المخزن على حسب مساحة الشقة. هنا المساحة جيدة، طبعا الارفف هذه ما راح تكون موجوده حاطينها في الشقه النموذج. هنا عندنا غرفه النوم الرئيسيه، غرفه النوم الرئيسيه صراحه المساحه فيها كبيره جدا ولها جام فرنسي يعني من السقف لين الارض بحيث تعطي شراحه للمنطقه مثل ما انتم شايفين. ايضا عندنا تمديد المكيف فوق الباب راح يكون جاهز بالاضافه للمنطقه هذه راح تكون جاهزه اللي هي منطقه تبديل الملابس. وعندنا هنا دورة المياه التابعة لغرفة النوم الرئيسية، صراحة تناسق الألوان فيها جميلة جدا والمواد المستخدمة فيها أيضا جميلة. طبعا منها نتوجه للغرفة الثانية، طبعا الغرفة الثانية اللي هي غرفة الأطفال ممكن تستخدمها بالشكل هذا تحطوا سريرين مثلا أو سرير اللي هو عبارة عن دورين أو تستخدموا فيها سريرين ودولاب لأن المساحة اللي فيها ما شاء الله تبارك الله كبيرة وشرحة. طبعا هذا نموذج شقة غرفتين وصالة مساحتها 135، عندنا أيضا نماذج أخرى. هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.